عسكري تم بعثها في 24 ديسمبر 1966 وفتحت أبوابها استقبال أول تلامذة في 8 فيفري 1967 وتم تدشينها بصفة رسمية في 21 ديسمبر 1967. الأكاديمية العسكرية مؤسسة تعليم عالي عسكري تعنى بتكوين ضباط لفائدة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، سلكي الحرس الوطني والحماية المدنية، ولوفات وزارة العدل سلك السجون والإصلاح، ولفائدة وزارة المالية سلك ديوان. التكوين بالأكاديمية العسكرية يتم 5 سنوات في مسارات مختلفة: مسار إجازة ماجستير ودكتوراه ومسار هندسي. بالنسبة لمسار إجازة ماجستير ودكتوراه يهم شعبة العلوم العسكرية وكذلك شعبة العلوم القانونية والتصرف. بالنسبة لشعبة الهندسة عندنا 5 اختصاصات: تقنيات الأسلحة، الإلكترونيك، الهندسة المدنية.